يا لطيف يا لطيف شو صار يا لطيف؟ لك انت شو عملت؟ اسف اسف سيدي. رجعوا شبكوا ورجعوا لورا. هذا ساتيش ما هيك؟ ام بلا هو. يلا يلا امشي يلا. كأنه نيرمالا بتعرفه مو هيك؟ ايه بتعرفه لأنه هو الابن الوحيد لبنت حماها يلي عايشة بأندهيري. حمال حالك ومحسن. أهلين عمتي. ما بعرف شبني ما انتبهت على البرميل اللي هون، كنت متأخر على شغلي مشان هيك أسرعت. ساتيش شب موهوب كتير فوق ما تتخيلي، معه ماستر بإدارة الأعمال من بون، بيشتغل مدير بشركة سوفتوير بورلي، بيقبض 35 ألف روبية بالشهر والشركة تبعه عطيته بيته سيارة كمان، يعني الشي اللي عم يشتغله شي مانو قليل. وهو دخلك متجوز شي؟ أنا يلي سمعته أنه ناويين يجوزوه بهاي السنة. الحمد لله أني لقيت ميكانيكي هون، وإلا كنت رح أضطر صف السيارة وروح بالتاكسي على وورلي. شوفي أنا آسف ما فيني صلحة هلأ، جيبي على الكراج مشان صلحة هنيك براحتي. ماشي. معقول يصير الشي اللي عم فكر فيه؟ يا ربي ما بعرف ليش أنا حاسة إنه ممكن هالشب يكون زوج بنتي اللي بتمنى لها. يا ربي دخيلك. ماما أعطيني إياه. ما رح أعطيكي. ليش؟ معقول أمشي وإيدي فاضية وأنتي تحملي كل هدول؟ هاتي عني. خلص خديه مشي الحال. هاتي. يا لطيف شو بتنقي؟ خلص أمي. نير مالا شو كان بدي قلك؟ شفت ابن أخوكي ساتيش؟ عن جد؟ ما شاء الله. شو رأيك منيحلى جانا ولا لا؟ إيه والله أنت معك حق، رح يكونوا ثنائي كتير حلو. ما هيك؟ إيه؟ أنا هيك كمان فكرت. ليش ما تحكي مع مرت أخوكي؟ احكي لها كل شي بتعرفيه عن جانا، قلي لها قديش جانا بنت مرباية وموهوبة، مو صحيح؟ إيه أكيد صحيح. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.